العمر يسير والحياة قليلة، فاستغلوها في ما أرضى الله عليكم، فيما فرض الله عليكم من الأوامر امتثالا ومن النواهي اجتنابا، لتفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبك الله ويحبك خلقه، وإذا حبك الله فهنيئا لك يا عبد الله ويا أمة الله. فابذلوا أسباب محبة الله، ومنها المحافظة على الفرائض وترك الكبائر